دكتور اسماعيل دبش، عضو اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وأستاذ بجامعة الجزائر الثلاثة. عن طريق اللجنة نظمنا لقاء مع الإخوة هنا بجامعة فالنسيا الذين استضفناهم قبل بالجزائر، وهم استضافوا اليوم هذا الحدث الهام اللي يدخل في تعميق الدعم لقضية الشعب الصحراوي من خلال فعاليات المجتمع المدني الإسواني والمجتمع المدني الأوروبي والأمريكي، وهؤلاء كلهم كانوا حاضرين في هذه الندوة. ويبدو لي أن الضغوطات عن طريق المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بدأت تجد مكانتها وفي التأثير على الحكومات، والدليل وهذا ما تناولته الندوة بالأمس واليوم، أن الضغوطات المجتمع المدني مثلا حول دعم أمينة حيدر في 2008 وأدت بتصريحات وزراء وحكومات لإطلاق سراحة وجعلها والسمح لها بالعودة إلى أهلها، وكذلك الحكومات المجتمع المدني في الضغوط على الاتحاد الأوروبي لسحب اتفاقية الصيد التي تستغل في موارد الشعب الصحراوي، وكذلك مؤخرا ملف إدراج قضية الإنسان في مهمة بعثة الأمم المتحدة، والتي كانت إحدى الاقتراحات للدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا كله يبين بأن هناك عمل يمكن أن يؤدي إلى الضغط على الحكومات، وبالتالي إصدار قرارات جريئة تدعم الشرعية الدولية من خلال الضغط على المغرب وفرض على المغرب موضوع حق الاستفتاء الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ويبدو لي أن هذا ممكن إذا استمر الضغوطات بهذه النوعية وبهذه الكيفية. ما لاحظته هنا هو تواجد مجتمع مدني قوي في إسبانيا يدعم القضية الصحراوية، وأن هناك دائما نلاحظ احنا من اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي وكأسعيد نلاحظ أن الحكومة الإسبانية لا تعبر عن مواقف الشعب الإسباني، لأن مواقف الشعب الإسباني بمختلف حساسياته وفعالياته سواء في المثقفين أو غير المثقفين الجامعيين أو غيرهم، ومن مختلف النخب ومن مختلف الحساسيات والفعاليات، كلهم دعم لقضية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وعندما يصيروا هؤلاء عن طريق الانتخابات أو عن طريق أطر واحدة أخرى للسلطة يصبحوا يغيرون مواقفهم ويصبحون لا سجيني مواقف أو مصالح خاصة لأطراف معينة في الحكومة الإسبانية. ويبدو لي أن هذه التناقض لا يؤدي ولا يبرز البعد الديمقراطي في الحكومة الإسبانية أو للشعب أو لإسبانيا. ولهذا إذا استمر الضغط بهذه القوة من طرف المجتمع الإسباني يمكن أن يؤثر على الحكومة المركزية، لأن الشعب الإسباني استطاع أن يؤثر على الحكومات المحلية لإصدار قرارات بجانب القضية الصحراوية، ولكنه لم يوفق بعد في فرض ذلك على الحكومة المركزية. بأوهام بأن مصلحة إسبانيا هي مع الصحراء الغربية، لأنها 10 دقائق من الحدود الإسبانية بالجنوب، كذلك أنها مصالح الشعب الإسباني كما لاحظت أمس في الفيلم أنه كله له ثقافة، ومن خلال الثقافة أو من خلال اللغة أو من خلال الانتماء هو له انتماء أو تواجد ثقافي إسباني. وبالتالي نحن الآن إسبانيا وكأنها تريد أن تعزل أو تفصل شعب له صداقة وحب للشعب الإسباني، وتريد أن تتجاوز ذلك من أجل مصلحة خاصة مع المغرب،
ويبدو أن في المدى البعيد أن الحكومة الإسبانية والدولة الإسبانية هي التي هي الخاسر أكبر، لأن الشعب الصحراوي طال الزمن أو قصر سوف يتحقق يحقق استقلاله ويحقق ويبني دولته، وسوف هناك تندم الحكومة الإسبانية وتندم إسبانيا على التصرف الغير معقول ضد الشعب الصحراوي.